هاي ازيكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم على اخر تيشو هنتكلم فيه في الترم ده، اللي هو البيريدونتال ليجمنت. طبعا البيريدونتال ليجمنت هو يعتبر كونكتيف تيشو، ماشي، بس هو مور فايبرس طبعا شويه عن البلب. البلب هو كمان كان يعتبر كونكتيف تيشو، يعني التو تيشوز دول هما الوحيدين اللي مش كالسيفايد في التوث. طيب لو هنبتدي نتكلم الاول على البيريدونتال ليجمنت، خلينا نفتكر الاول الديفلوبمنت بتاعه كان بيبقى عامل ازاي. لو فاكرين الصورة دي، دي حتة في الروت فورميشن في التوث ديفلوبمنت. كان ايه اللي بيحصل بقى لو فاكرين؟ لو فاكرين كان انا عندي الجزء ده كان في الاساس عبارة عن epithelial root sheath of Hertwig زي الجزء اللي تحت ده، تمام؟ كان عندي الجزء ده كان فيه epithelial root sheath of Hertwig، حصل عمل induction، فلما حصل induction ده بدأ يتكون عندي odontoblast of the root اللي هما دول. الodontoblast of the root هتبتدي تحط الدنتين. once ان الodontoblast حط الدنتين، حصل دنتين formation، على طول الepithelial root sheath of Hertwig بيحصل له degeneration، بيبتدي يتقطع. وبعد ما بيتقطع بيبتدي بقى يحصل عندي الformation بتاع اخر 3 tissues عندي. طبعا ال 3 tissues اللي بكلم عليهم دول اللي هم مين؟ اللي هم السمنتم والالفير بون proper اللي هو البون والperiodontal ligament. التلاتة الاوريجين بتاعهم حاجة واحدة اللي هي الدنتال ساك. الدنتال ساك ده المفروض ان هو هيديني 3 تيشوز دول اول ما الابيثيريال روت شيث اوف هيرتويج يحصل له ديجنريشن، ويبقى عندي الاندفرينشيتد ميزينكايمال سيلز بتاعه الدنتال ساك بتيجي ان كونتاكت بقى مع الدنتين اللي اتكون في الروت. خلاص، طيب الدنتال ساك ده طبعا هو مليان اندفرينشيتد ميزينكايمال سيلز، جزء منها بيبتدي يحصل له ديفرينشيشن انتو سيمنتوبلاست ويحط لي سيمنتوم، وجزء تاني بيبتدي يحصل له ديفرينشيشن انتو فايبروبلاست وتحط لي periodontal ligament fibers، وجزء كمان بيحصل له differentiation into osteoblast ويحط لي البون. خلاص، يبقى once انا وصلت المرحلة دي هبتدي اعمل three tissues دول ويبتدي يكون عندي السمنتم، ويبتدي يطلع شوية periodontal ligament كده منهم. خلاص، ويبتدي يحصل بداية البون formation بالبون trabeculi اللي موجودة في الرسمة. ده كان الديفلوبمنت بتاع السمنتم، سوري الديفلوبمنت بتاع البريدونتال ليجمنت. طيب هنقول ايه بعد كده؟ طبعا البريدونتال ليجمنت بيتكون من كذا حاجه، احنا لسه قايلين ان هو اصلا هو عباره عن كونكتيف تيشو، فهو زيه زي اي كونكتيف تيشو بيتكون من سيلز اكيد، بس البريدونتال ليجمنت فيه سيلز كتير قوي. اول جروب من السيلز هسميها فورماتيف سيلز، اللي هم اللي انا لسه قايلاهم دلوقتي. انا لسه قايله ان انا الدنتال ساك ده بيديني ثلاث انواع من السيلز، بيديني سيمنتوبلاست، بيديني فايبروبلاست، وبيديني اوستيوبلاست. هي دي السيلز اللي بتبقى حوالين البريدونتال ليجمنت، فهي دي السيلز اللي انا هلاقيها فيه، تمام. ليه سميتهم فورماتيف سيلز؟ سميتهم فورماتيف سيلز علشان هم دي فورم تيشوز، بيعملوا تيشوز معينه. خلاص، ايه التيشوز اللي بيعملوها؟ بيعملوا لي سيمنتوم، بيعملوا لي بون، بيعملوا لي بيريدونتال ليجمنت. خلاص، فايه هي الفورماتيف سيلز؟ فايبروبلاست، اوستيوبلاست، وسيمنتوبلاست. طيب زي ما انا عندي سيلز بتفورم تيشوز، منطقي برضو ان التيشوز دي في وقت من الاوقات ممكن يحصل لها ريزوربشن فور وات ايفر ريزن، ممكن يحصل لها ريزوربشن لاي سبب. خلاص، ايه اللي هيخلي التيشو ده بقى يتكسر؟ مين السيل المسؤوله عن ان هي تعمل لي ريزوربشن للتيشوز دي؟ الفايبروبلاست اتفقنا من المره اللي فاتت ان هي بتقوم بالدورين، بتعمل فورميشن اند ديجريديشن للكولاجين فايبرز. خلاص، طب ايه هي بقيه الريزوربتيف سيلز اللي انا هلاقيها موجوده هنا في البيدونتال ليجمنت؟ البون، السيل الفورميتيف بتاعته اسمها اوستيوبلاست. الثانيه بقى اللي بتكسر البون، اللي بتعمل بون ريزوربشن، هسميها اوستيوكلاست. السمنتوم نفس الكلام، بيبقى فورمد بالسمنتوبلاست، بس بيحصل له يعني بيحصل له ريزوربشن عن طريق سيل اسمها سمنتوكلاست. خلاص، الفايبروكلاست دي اللي هي يعني المفروض ان هي الفايبروبلاست، بس عشان هي بتقوم بالدورين فانا اقدر احطها من ضمن الريزوربتيف سيلز كمان، تمام. دي انواع الريزوربتيف سيلز اللي انا هلاقيها في البريدونتال ليجمنت. طيب ايه كمان هلاقي؟ طبعا اكيد لازم هلاقي السيل الاساس اللي ادتني كل السيل دي، اللي هي البروجينيتور سيل، اللي هي الاندفرينشيتد ميزينكايمال سيلز، اللي هي طبعا هي اللي عملت لي الفايبروبلاست، وهي اللي عملت لي الاوستيوبلاست والسمنتوبلاست كمان. ماشي، هلاقي ايه كمان؟ هلاقي طبعا برضو ديفنسيف سيلز، لان هو عنده يعني من ضمن الفانكشنز بتاعته ان هو عنده
defense mechanism، عنده protective يعني function، فهلاقي فيه cells احنا خدناهم برضو في البلب، يعني اخدنا كم واحدة فيهم كده في البلب، فهم دول برضو اللي احنا هناخدهم النهاردة، الهيستيوسايتس اللي هي طبعا الماكروفيج، lymphocytes و mast cell، دي cells defensive اللي موجودة في البلب. طيب انا كده قلت 4 groups of cells. اخر group اعتقد ان احنا كلنا المفروض نكون فاكرينه وكان موجود في الرسمة اللي انا لسه في السلايد اللي قبل دي، اللي هي السلايد دي، كان في سيلز كده لو واخدين بالكو قاعدة resting في ال periodontal ligament اللي هي السيلز دي. السيلز دي كانت اسمها ايه لو فاكرين؟ كانت اسمها epithelial rest of malassez. والepithelial rest of malassez دي كانت جاية منين؟ الاورجن بتاعها كان مين؟ كان الepithelial root sheath of Hertwig. كان بعد ما بيحصل له degeneration بيتقطع، بيتبقى منه شوية remnants بتتجمع على بعض السيلز دي وتعمل لي rests أو islands من السيلز. قاعدة فين؟ قاعدة في periodontal ligament، وسميناها epithelial rest of malassez. يبقى هنرجع دلوقتي تاني للسكيم اللي احنا كنا عاملينه وهنزود معاهم مين؟ هنزود بقى دلوقتي معاهم الepithelial cells اللي هي كانت اسمها epithelial rest of malassez. هي كده، هي دي بالظبط السيلز اللي موجودة في periodontal ligament، هو مليان cells. طيب ايه كمان هلاقيه موجود في periodontal ligament؟ ما هو connective tissue زي ما اتفقنا. فزي ما انا عندي cells، السيلز دي بتبقى قاعدة في حاجة هسميها intercellular substance، قاعدة بتعوم في intercellular substance. ايه الحاجات بقى اللي قاعدة في intercellular substance ده؟ هلاقي حاجتين. اول حاجة fibers طبعا، لان هو connective tissue فلازم يبقى فيه fibers وكذا نوع من الفايبرز. وهلاقي في حاجة كمان اسمها ground substance. خلاص، طب ايه انواع الفايبرز اللي موجودة؟ انا عندي بقى كذا نوع، اولهم اللي كلنا عارفينه اسمه كولاجين فايبر. والكولاجين بقسمها لحاجتين، بقسمها لبرنسبل فايبرز واكسسوري فايبرز. البرنسبل فايبرز هي الفايبرز الاساسية اللي احنا بنشوفها، اللي بتمثل تقريبا البريدونتال ليجمنت، معظم البريدونتال ليجمنت، ودي اللي احنا هنرسمها النهاردة. خلاص، طيب ايه كمان غير الكولاجين فايبر هلاقيه؟ هلاقي حاجة اسمها اوكسيتالين فايبر والاستيك فايبر. طيب ايه هي الالاستيك فايبرز دي؟ او هشوف الالاستيك فين؟ الالاستيك دايما بتبقى في ايا كان ايه التيشو. لو انا قلت لك ان التيشو ده فيه الالاستيك فايبرز، فلازم تبقى عارف ان الالاستيك فايبرز دي مكانها بيبقى في الوول اوف ذا بلاد فيسل. يبقى هي مش قاعده يعني في الكونكتيف تيشو كده، لا، هي البلاد فيسلز اللي موجوده في الكونكتيف تيشو الوول بتاعتها فيها الالاستيك فايبرز. تمام. طيب اخر كونتنت او ستراكشر هلاقيه جوه البريدونتال ليجمنت، طبعا لازم هلاقي فيه بلاد فيسلز ولازم هلاقي فيه نيرف سبلاي برضو. طيب احنا كده عرفنا ايه الستراكشرز او الحاجات اللي موجوده في البريدونتال ليجمنت. طيب ايه الحاجات اللي احنا بقى هنرسمها؟ اللي احنا هنرسمه النهارده هنرسم السيلز اوف ذا بريدونتال ليجمنت، يعني هنتكلم عليها، وهنتكلم كمان على مين؟ هنتكلم على الفايبرز. تمام، ماشي. هنبتدي الاول بالperiodontal ligament cells. السيلز اللي احنا هنرسمها النهارده هي عباره عن ايه؟ احنا اتكلمنا في جزء منهم طبعا رسمناهم في البلب قبل كده، فدول هنرسمهم تاني. اللي هم مين؟ اللي هم اول حاجه الفورميتيف سيلز، هناخد اول واحده فيهم الفايبروبلاست. طبعا الفايبروبلاست رسمناها المره اللي فاتت، قلنا ان ليها شكلين، لو هي لسه ان اكتف بيبقى شكلها ستيليت شيب زي دي، ولو هي وعندها بروسيسز يعني، ولو هي اكتف بيتحول شكلها بقى للفلات سيل او السبندل شيب او الفيوزي فورم اللي احنا متعودين عليه. طيب بعد كده عندي ايه؟ بعد كده عندي حاجه اسمها الاوستيوبلاست. الاوستيوبلاست هنرسم لها شكلين برضو، هي بيبقى شكلها يا اما بتبقى كيوبويدال سيل، يا اما بيبقى شكلها نفس الشكل ده، هو ملوش اسم معين يعني، بس هي ممكن بتبان باوقات في الفيو، يا اما يبقى كده يا اما تبقى كده. خلاص، طيب بعد كده عندي ايه؟ السمنتو بلاس دي كنا رسمناها قبل كده في التوز ديفلوبمنت لو فاكرين، ورسمناها كيوبويدال سيل. خلاص، فهنرسمها برضو المره دي كيوبويدال سيل. خلاص، طيب بعد كده هنبتدي ناخد الجروب التاني من السيلز اللي هو الريزوربتيف سيل. اتفقنا ان هم عباره عن ايه؟ هم عباره عن فايبروبلاست، اوستيوكلاست، سوري يعني فايبروبلاست او كلاست يعني، اوستيوكلاست وسمنتو كلاست، كلهم ليهم نفس الشكل. واي سيل مسؤوله عن الريزوربشن، اي سيل اخرها كلمه كلاست، هيبقى نفس شكلها، نفس الشكل اللي احنا هنرسمه دلوقتي. يعني الدنتين مثلا لو حصل له ريزوربشن، لو بيحصل لاي سبب ريزوربشن للدنتين، فالسيل اللي هتبقى مسؤوله عن الريزوربشن ده هيبقى اسمها اودونتو كلاست برضو، وبرضو السيل شكلها هيبقى نفس الشكل. طب ايه شكلها؟ لو ده
السيرفيس بتاع التيشو، سواء كان التيشو ده كولاجين فايبر او بون او سيمنتم او دنتين او واتيفر، لو هو ده السيرفيس اللي انا هعمل فيه ريزوربشن، منطقي ان انا لما هعمل فيه ريزوربشن هيبقى فيه كونكافيتي. الجزء اللي انا عملت له ريزوربشن او الجزء اللي انا كلته ده هيعمل لي كونكافيتي. كونكافيتي دي بسميها لاكينا. خلاص، مكان السلفين بقى اللي بتاكل في السيرفيس بتبقى قاعده جوه اللاكينا دي. طيب هنرسمها ازاي؟ هي بتبقى سل كبيره مدوره وكبيره، بس البوردر بتاعها ناحيه اللاكينا بيبقى رافلد، تمام؟ بيبقى عندها بروسيسز كده كتيره، خلاص بلانت بروسيسز كده قاعده. هي السل دي كلها قاعده جوه اللاكينا اللي هي بتمثل الكافيتي اللي هي عملته في السيرفيس يعني. خلاص، دي اول حاجه بقى عندها رافل بوردر. السل دي طبعا بتبقى فيها نيوكليات كتير، بتبقى مالتي نيوكليتد. خلاص، بتسميها مالتي نيوكليتد جاينت سل. طيب المالتي نيوكليات دي جت منين بقى؟ يعني ايه ثيريز المعروفه عن ان ازاي السل اللي هي المالتي نيوكليتد سل دي اتكونت؟ هي في طبعا تو ثيريز في الموضوع ده. اول ثيري بتقول ان السل دي كانت عباره عن سل واحده بس حصل ديفيجن للنيوكليوس بتاعتها اكتر من مره من غير ما يحصل ديفيجن للسيتوبلازم. خلاص، يبقى حصل كونتينيوس ديفيجن اوف ذا نيوكليوس وذاوت ديفيجن اوف ذا سيتوبلازم، فبالتالي بقى عندي سل مالتي نيوكليتد. خلاص، دي ثيري. في ثيري تانية بتقول ان لا، هي دي مش وان سل، هي مش سل واحده، هم كذا سل وحصل ما بينهم فيوجن. خلاص، يبقى ده حصل، يبقى هي اتكونت نتيجة الفيوجن بتوين عدد كبير من السلز، فبالتالي بقت سل كبيرة وفيها نيوكلياي كتير. يعني مين حدش عارف طبعا ايه انهي نظرية هي اللي صح يعني، بس المهم تبقوا عارفين الاثنين يعني. خلاص، يبقى هو ده شكل اي سل بتعمل ريزوربشن. ده شكل الاوستيوكلاست والسمنتوكلاست والفايبروكلاست والاودونتوكلاست واي سل اخرها كلاست، تمام؟ طيب تالت نوع اللي هو الديفنسيف سيلز. والديفنسيف سيلز احنا خدناها برضو المره اللي فاتت، لو رسمناها هنرسم الليمفوسايت تاني. اتفقنا ان هي يبقى ليها شكلين، هي تبقى راوندد سيل النيوكليي بتاعتها بتبقى كيدني شيبت، او بتبقى شكلها شكل تاني ليها ان هي بتبقى ماليه السيتوبلازم كله. طيب بعد كده هلاقي مين تاني؟ هلاقي الماست سيل. والماست سيل برضو قلنا ان هي بسيل بتبقى راوندد وبتبقى النيوكليي بتاعتها راوندد هي كمان، بس هي بيزوفيليك. بيزوفيليك عندها بيزوفيليك جرانيولز لونها زرقاء. خلاص، والسيتوبلازم بتاعها بيبان مزرق شويه لما بشوفه تحت الميكروسكوب، تمام. الهيستيوسايتس، الهيستيوسايتس زي ما اتفقنا اللي هي ماكروفيج، بتبقى عندها الريجولر بروسيسز كده، بروسيسز بس بلانت مش زي بتاعه الستيليت ريتيكولم كده. خلاص، فهي بتبقى شكلها الريجولر، عندها بلانت بروسيسز، بتبقى برضو عندها جرانيولز، بس جرانيولز بتاعتها بتبقى اسيدوفيليك وعندها اسيدوفيليك سيتوبلازم، فجرانيولز بتاعتها بتبقى حمراء، تمام. طيب بعد الديفنسيف سيلز قلنا عندي بروجينيتور سيل بقى الاساسيه بتاعتي اللي هي الاندفرنشيتد ميزينكايمال سيل، وكنا بنرسمها شبه الستيليت شيب او الستار شيب، وعندها بروسيسز بس بتبقى حجمها صغير شويه، يعني هنرسمها اصغر من اللي رسمناها في الفايبروبلاست، تمام. ماشي، عندي ايه بقى اخر حاجه خالص؟ اللي هي الابيثيليال سيلز، اللي هي الابيثيليال ريست اوف مالاسيز. ماشي، هنرسمها ازاي؟ هنرسمها زي ما رسمناها في الروت فورميشن. كانت بتبقى شكلها ايه؟ مجموعه من البوليهيدرال سيلز متجمعين لازقين في بعض وحواليهم بيزمنت ميمبرين، يعني نرسمهم على شكل ريست كده ايلاند، يعني نرسمهم على شكل كورد مش مشكله، المهم ان هي عباره عن جروب اوف بوليهيدرال سيلز متجمعين ولازقين في بعض، تمام. طيب كده احنا قلنا الديفنسيف سيلز والبروجينيتور والإبيثيلي، يبقى احنا كده خلصنا كل انواع السيلز اللي موجوده في البلب. دلوقتي بقى هنبتدي نتكلم على البيريدونتال ليجامنت فايبرز. طبعا احنا اتفقنا ان انا عندي كذا نوع من انواع الفايبرز. اول حاجه عندي كولاجين فايبرز، وقسمناها لبرنسبل فايبرز واكسسوري فايبرز، وبعد كده قلت عندي حاجه اسمها اوكسيتالين فايبر وحاجه اسمها الاستيك فايبر. خلاص، انا هبتدي الاول بالبيريدونتال ليجامنت فايبرز اللي هي الكولاجين، خلاص اللي هي البرنسبل فايبرز. الكولاجين فايبرز بقى دي متقسمه لكذا جزء، خلاص متقسمه يعني كذا جروب. هقول الجروبس بقى واحنا شغالين بقى على الرسم. اول حاجه خالص هنتكلم عليها في البيريدونتال ليجامنت فايبرز، او عشان اعرف ارسمهم يعني انا هرسم الاول اوتلاين لسنتين علشان اقدر ارسم الكولاجين فايبرز اللي موجوده ما بينهم، تمام. فهرسم ايه؟ هرسم اوتلاين لسنه بريمولر
زي ما كنا بنرسمها قبل كده. تمام، ده بريمولر، وهرسم جنبه سنه تانيه مولر. خلاص، وهبتدي بقى بعد ما رسمت الاوتلاين كامل هبتدي بقى ايه ارسم الحاجات اللي حواليهم والفايبرز اللي موجوده ما بينهم. تمام، فطبعا اول حاجه لازم هرسمها اكيد ان انا عندي بون، يعني انا عندي ايه الالفيولر بون بروبر اللي هو عامل لي السوكت الوول اوف ذا سوكت، وطبعا عندي ايه بيبقى موجود ما بين السنان، ما بين الروت وما بين السنان. خلاص، طيب، ولو خدنا بالنا الكريست بتاعه بيبقى يعني تحت السمنتو انامل جونكشن شويه، يعني محدش بس يرسمها ويعلي الكريست بتاع الايفر كريست قوي. خلاص، طيب، احنا كده رسمنا البون، فاضل بقى ان انا ازود ايه، فاضل ان انا ازود الجنجفا اللي هي الايه الانتردنتال بابيلا اللي بتبقى موجوده ما بين السنان. خلاص، وبعد طبعا احنا كده واخدين ايه كروس سكشن لونجيتيودينال. تمام، طيب، ده الاوتلاين اللي انا هبتدي اشتغل فيه. طيب، البرنسبل فايبرز متقسمه ل 2 بارتس او سوري 3 بارتس، خلاص، او يعني 3 هيدلاينز. اول حاجه اسمها جنجيفال فايبرز، وطبعا اكيد انا عندي جنجيفال فايبرز لان الجنجيفا بتاعتنا كلنا ما بتبقاش بتتحرك، الجنجيفا بتاعتك قاعده وثابته في مكانها ويعني اتاتشد كده لازقه على البون بتاعك ولازقه في السنان بتاعتك، فما بتسيبش الجنجيفا ما بتسيبش السنان بتاعتي وتقع، فده منطقي، انا عندي حاجه ربطاها بالسنه، فانا عندي كده بيردونتال ليجمنت او عندي ليجمنتس ماسكه الجنجيفا دي في السنه. خلاص، فدي هسميها جنجيفال فايبرز. طيب، مهم قوي ان احنا نعرف الدايركشن بتاعه كل فايبر او كل باندل اوف فايبرز. طبعا الكولاجين فايبرز ما بتبقاش كل فايبر كده قاعده لوحدها، لا، بيبقوا متجمعين وعاملين باندل. خلاص، يعني باندل مليانه فايبرز، كل بقى نوع من انواع الفايبرز بيبقى ليه اتجاه معين، دايركشن معين، خلاص، مكان في الانسرشن ومكان يعني بيبتدي منه ومكان بينتهي فيه. خلاص، طيب، الجنجيفال فايبرز بقى بيبقى مكانها فين؟ بتبقى طالعه من from the tooth to the gingiva upward. خلاص، بتبقى بادئه من عند السنه من تحت وطالعه لفوق، خلاص، على الجنجيفا، هو ده مكان الجنجيفال فايبرز. خلاص، يبقى الجنجيفال فايبرز ماسكه التوث في الجنجيفا، اتجاهها ازاي؟ بيبقى اتجاهها من تحت لفوق، خلاص، طالعه من عند السنه طالعه على الجنجيفا. تمام، هنرسمها برضو في بقيه الصوره. يبقى اللي انا رسمتها دي كلها اسمها جنجيفال فايبر. تمام، طيب، بعد كده عندي حاجه اسمها ايه الجروب اللي بعد كده اسمه ترانسبتال فايبرز، او ممكن اسميه انتردنتال فايبر. من اسمها كده هي انتردنتال، يعني هي ما بين السنان. خلاص، وهي فعلا بتبقى فايبر موجوده هوريزونتال وموجوده بتوين الروتس اوف ذا تيث، خلاص، ما بين الروتس بتاعت السنان اللي جنب بعض. خلاص، بتبقى فين؟ بتبقى هوريزونتال ما بين الروتس بتاعت السنان وفوق الكريست اوف ذا الفيولار بون، ملهاش اي علاقه بالبون، هي ماسكه الروت بتاع السنه دي في الروت بتاع السنه اللي جنبها. خلاص، يبقى هي ماسكه فروم ذا سمنتوم اوف وان توث، خلاص، اوفر ذا كريست اوف ذا الفيولار بون، فوق الكريست بتاع الالفيولار بون واتاتش للسمنتوم اوف ذا ادجيسنت توث. خلاص، بتبقى ماشيه كده. تمام، من السمنتم ده للسمنتم ده، فانا لو هكملها برضو ما بين السنين هلاقي شكلها عامل كده، بعيده عن الالفيولر كريست، فوق الالفيولر كريست، مش لامسه الالفيولر كريست، وهوريزونتال وفوقيه وماسكه السمنتم بتاع السنه اليمين في السمنتم بتاع السنه الشمال. تمام، دي هسميها ايه؟ دي هسميها ترانسبتال فايبرز او انتردنتال فايبرز. طيب، بعد كده بقى عندي هيدلاين اسمه الفيولودنتال ليجمنتس او الفيولودنتال فايبرز جروب، تحتها بقى عندي خمس انواع. خلاص، الالفيولو دنتل من اسمها كده الفيولو دنتل، يبقى ما بين البون اللي هو الالفيولر بون وما بين السنان، كل الفايبرز اللي انا هقولها دلوقتي فهي ما بين الالفيولر بون بتاعي وما بين السنه. خلاص، انما اول اتنين الجنجيفال كانت ما بين التوث وما بين الجنجيفا، الترانسبتال ما بين التوث والتوث اللي جنبها، السمنتم ده بالسمنتم ده، اللي جاي بقى كله ما بين البون وما بين السن، عشان كده سميناه ايه الفيلودنتال ليجمنتس. خلاص، طيب، الالفيلودنتال ليجمنتس دي سب ديفايدد انتو خمسة انتو فايف جروب او فايف يعني هيدلاينز. اولهم مين؟ اولهم حاجة اسمها الفيلور كريست جروب، من اسمها الفيلور كريست، يبقى هي ماسكة في الالفيلور كريست، مش في الالفيلور بون، مش في اي حتة تانية غير الكريست. تمام، فين مكان الكريست بتاعي في الرسمة؟ هو ده مكانه. خلاص، يبقى ده مكان الالفيولر كريست. ماشي، اتجاه الباندل بقى بتبقى ماشيه ازاي؟ بتبقى ماشيه from the alveolar crest
to the tooth. خلاص بدأ من الألفيولار كريست للسنة، وإحنا اتفقنا إن الألفيولار كريست الليفل بتاعه نزل تحت شوية. خلاص فلو هي ماشية من الألفيولار كريست للسنة هتبقى طالعة لفوق، خلاص هتبقى طالعة لفوق كده، يبقى هي أوبليك شوية وبدأ من الألفيولار كريست وطالعة لفوق ناحية مين؟ ناحية السمنتم of the tooth. خلاص طيب، يبقى الألفيولار كريست بتاعي at a lower level ماشي، وهو بيطلع بقى منها يطلع على السنة اللي هي بالنسبة له السمنتم at a higher level. خلاص يبقى هي أوبليك مايلة من تحت لفوق، هسميها alveolar crest group. طيب الجروب اللي بعد كده، اللي بعد كده جروب هسميه ايه؟ احنا طبعا هنا طلعناه بقى في بقية الرسمة. بعد كده هكتب النوع الرابع اللي هو الهوريزونتال جروب. طيب هو من اسمها هي هوريزونتال، يبقى هي شكلها ايه؟ هتبقى هوريزونتال شبه الترانسبتال اللي احنا رسمناها من شوية. بس الفرق ما بين الهوريزونتال جروب وما بين الترانسبتال ان الترانسبتال دي ملهاش اي علاقة بالبون، هي فوق الالفيولار كريست، وما بين السمنتم بتاع السنة السنتين اللي adjacent to each other يعني. خلاص انما هنا الهوريزونتال هي هوريزونتال تحت الكريست بتاع الالفيولار بروسس وما بين البون والتوث. خلاص فاحنا هننزل بعد ما رسمنا الالفيولار كريست جروب دي، هنزل بقى تحتها بعيدة عن الالفيولار كريست وروح رسمة واحدة تانية هوريزونتال. هوريزونتال من فين لفين؟ من التوث للالفيولار بون، او من الالفيولار بون للتوث، هي كده كده هوريزونتال، مفيش ليفل اعلى من التاني يعني. تمام، يبقى بقى from the cementum to the bone خلاص perpendicular على long axis بتاع الروت. خلاص يبقى شكلها ايه؟ شكلها هوريزونتال. طيب بعد كده النوع الخامس اسمه اوبليك جروب، والاوبليك جروب دي بقى ده اللي بيمثل الميجر بارت اوف ذا الفيلودنتال ليجمنتس، اكتر كميه فايبرز او اكتر نوع في الانواع بتاعه الالفيلودنتال. خلاص ده بيبقى مالي المكان كله بقى، كل المكان اللي فاضي. خلاص فانا من بعد الهوريزونتال فايبر على طول هامله بقى المكان ده كله باوبليك جروب. الاوبليك جروب بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى مايله، بس مايله from the alveolar bone to the tooth. الالفيولار بون هو اللي at a higher level والسنة هي اللي نازلة لتحت بقى المرة دي. خلاص يبقى هيبقى عكس الالفيولار كريست اللي انا رسمتها من شوية. يبقى الاوبليك بيبقى اتجاه البندل ازاي؟ بيبقى بادئ from the alveolar bone من فوق نازل تحت على السمنتم، وهملة المكان كله بالاوبليك جروب. تمام؟ طيب بعد كده انا كده وصلت تقريبا عند الابيكس بتاعت الروت. خلاص عند الابيكس هلاقي جروب هسميه ابيكال جروب. تمام، طيب الابيكال جروب ده مكانه فين؟ مكانه في الابيكال 1/3 او عند الابيكس اوف ذا روت. خلاص بيبقى طالعه كده ايه؟ رادييتنج فروم ذا ابيكس. خلاص يبقى اي سهم انا هشاور عليه هنا هقول ان الجزء ده اسمه ايه؟ اسمه ابيكال جروب. خلاص الابيكال جروب دي بتبقى ايه؟ بتبقى باندل اوف فايبرز رادييتنج فروم ذا ابيكس، خلاص من السنه من الابيكس بتاعه الروت للسراوندنج ايه؟ بون. خلاص طيب بعد كده بقى عندي اخر جروب من البرنسبل فايبرز، هسميه ايه؟ هسميه انتر راديكولار جروب. ومن اسمه كده انتر راديكولار، يعني ان بتوين الروتس. خلاص بس مش ان بتوين الروتس بتاعت تو ديفرنت تيث، لا هو ما بين الروتس بتاعت نفس السنه، فانا مش هشوفه غير في المالتي روت تيث، في السنان اللي هي عندها تو روتس او عندها ثري روتس. خلاص فانا هرسمه بقى في المولر، ما بين الروتس بتاعت المولر اللي موجود في الرسم. خلاص فهي مكانها فين؟ مكانها بالظبط في الحته دي عند الفوركيشن او تحت الفوركيشن على طول. خلاص طيب هي بتبقى شكلها ايه؟ بتبقى برضو طالعه رادييتنج من البون للاريا اوف فوركيشن. خلاص يبقى هي بتراديت من الكريست بتاع الانتردنتال سبتم اللي هو الالفيولار كريست اللي موجود بتوين الروتس بتاعت نفس السنه، رايح على الاريا بتاعت البايفوركيشن او الترايفوركيشن لو السنه دي فيها 3 روتس. خلاص يبقى دي هسميها ايه؟ دي هسميها انتر راديكولار جروب. تمام طيب كل اللي انا قلتهم دول يعتبروا ايه؟ يعتبروا برينسيبال فايبرز. طبعا انا عندي بقى التاني حاجه تانية انا قلتها من ضمن الكولاجين فايبر اللي هي اسمها اكسسوري فايبرز. خلاص الاكسسوري فايبرز دي بتبقى موجوده في التوث، يعني الفانكشن بتاعها ان هي بتبقى بتمنع الروتيشنال موفمنت بتاعه السنه. خلاص دي بتبقى بتران يعني من البون للسمنتم، بتبقى ماشيه برضو من البون للسمنتم بس محطوطه بزاويه مختلفه يعني. خلاص ووظيفتها ان هي تمنع الايه؟ تمنع الروتيشنال موفمنت.
خلاص دول الكولاجين فايبرز. الإلاستيك فايبرز احنا لسه قايلين من شوية ان هي بتبقى موجودة في الوول بتاع بلود فيسل. اخر نوع من الفايبرز اللي هو الأوكسيتالين فايبر، دي تصنف يعني هي تصنف من ضمن الإلاستيك فايبرز، هي إيماتشور إلاستيك فايبر يعني خلاص. ودي بقى بتعمل ايه؟ دي بتبقى بالظبط ماسكة البلود فيسل في السنة خلاص، يعني او ماسكها في البون خلاص. يعني هي وظيفة الأوكسيتالين فايبر دي ان هي ايه؟ ان هي بتبقى one end بتبقى attached للبون، جنب ماسك في البون او السمنتم، الجنب التاني بيبقى ماسك في البلود فيسل في الوول بتاع البلود فيسل خلاص. فهي ماسكه البلود فيسل في البون او البلود فيسل في السمنتم، دي بسميها ايه؟ بسميها اوكسيتالين فايبر. طب ايه الفانكشن بتاعها؟ الفانكشن بتاعها ان هي بس مجرد انها بتعمل سبورت للبلود فيسلز اللي موجوده في البريدونتال ليجمنت خلاص. يبقى دي وظيفه الاوكسيتالين فايبر. طيب كده احنا خلصنا الستركتشر بتاع البريدونتال ليجمنت. هكمل لكم بس تاني، هقول لكم اماكن البريدونتال ليجمنت فايبرز مره تانية. نمبر 1 دي هتبقى الجنجيفال فايبر، واتفقنا ان الجنجيفال فايبر دي بتبقى طالعه from the cementum to the gingiva طالعه لفوق. وبعد كده عندي ترانسبتال فايبر. ترانسبتال فايبر او الانتردنتال دي بتبقى ما بين الروتس بتاعه السنين الادجيسنت تو ايتش اذر، ما بين السمنتم ده للسمنتم ده، وبتران horizontally وفوق البون، ملهاش علاقة بالبون. طب النوع اللي بعد كده number 3 كان اسمها alveolar crest group، والalveolar crest group دي بتبقى مايلة وبدأ من البون، من الalveolar bone او من الكريست بتاعة الalveolar bone، وطلع لفوق على السمنت خلاص. يبقى اللي at a lower level هو البون في الحتة دي، والhigher level السمنت. اللي بعد كده number 4 كانت horizontal ولكن المره دي هتبقى تحت الكريست بتاع الالفيولر بون، وماسكه من الالفيولر بون للسمنتم اوف ذا توث خلاص. بعد كده كل اللي اترسم بعد كده كان اوبليك، وده اللي بيمثل البالك يعني بتاع البرنسبل فايبرز في الحته دي. والاوبليك ده اتفقنا ان هو المره دي هيبقى اوبليك ماشي from the bone to the cementum، بس المره دي البون هو اللي عالي والسمنتم هو اللي هننزله خلاص. اخر حاجه بقى والقبل الاخيره يعني عندي تحت خالص هي الابيكال فايبر نمبر 6، ودي بتبقى موجوده عند الابيكس، وبتبقى بترن رادييتنج فروم ذا ابيكس خلاص، من الابيكس للبون. واخر نوع خالص كان نمبر 7 اللي هو الانتراديكولار جروب، وده بتبقى رادييتنج من الابيكس بتاع الانترسبت البون رايح على الحته بتاعه الفوركيشن. وبشوفها فين؟ بشوفها في المالتي روت تيس عند الاريا اوف بايفوركيشن او الاريا اوف ترايفوركيشن لو هي 3 روتس، وبتبقى برضو radiating في الحتة دي خلاص. ده شكل الرسمة لو كملتها يعني هيبقى شكلها عامل كده خلاص. طبعا الحاجات اللي اترسمت في البون دي اللي هي الفراغات اللي بتبقى موجودة في السبونجي بون، لان الجزء ده بيبقى عبارة عن سبونجي بون، فدي بتبقى اسمها bone marrow spaces خلاص. كده احنا خلصنا البريدونتال ليجمنت. اتمنى ان الفيديو يكون كان مفيد بالنسبة لكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل عشان تشوفوا بقية الفيديوز ان شاء الله.